سكت الكهرباء. عم الطاهر عاد غني على التعريف. شو حواك من الباشا؟ بس عليك. بسم الله. نزيد نرجع لك البر. بسم الله. بس عليك مالا. لاباس انت يا شباب. الحمد لله. معنى مش زرعة فهمت. اي ما شفتش كل سلطة. شوف الجروب كامل من بعده غادي تايه. ايه ريتها. لا قد مش كتوب اللي نسمع كلهم في كلهم دي باسرو نمو لي باسرو سي سي سون فيهم لي ميغراتور وفيهم دونك باش عاشوا هنا هذوما لي فوفيت لي فارفات دونك فما دي فوفيت فارفات كل لي شون سي سون لي مال شونتير دونك قاعدين يحدوا في لي تيريتوار نتاعهم بور لا ريبرودكسيون بون سيتي بون دون سيتي يا ولي كان ثم غران غريت تاع لوطا ما عرفش هكا ثم واحد من بكري غادي كسميه هكا لو تاريتو اي هذاك كرابيش اللي بيه بوردي اضرب منه زيد مش متخبي فاهم احمد عرفت صباح ديك نعمل ما هوش بروفايل ما غادي بون نحاول نمشيو للشارع الاخر خلينا نعملوا طله من ويبا جماعه غادي دونك نحن هنا باش نقسموا رواحنا انتم تقعدوا هنا تقعدوا مغاديك تطاول الفاتي تاع اوبزرفاسيون من هنا وبعد باش نمشيو مشيره مغاديك ديروا مغادي نحن نشوف ايش ايش نعملوا نعملوا ساعه ونص ساعه ونص نحن نوصلوا حتى هيك شيء لومبوشير من هنا ومن بعد نعاودوا نرجعوا لهنا ديزي شاسة دوك مريبا
فما دي الشاس فما دي كنار كل بير كنار كل بير وفما فولك مدخول واو اللي نيرو كال هنا سجيهم فولة لا هذو ما ديني الشاس هم شو قاو فما عندي أربع كابيات هنا تاو نيرو كال هدي فوق لذا نكسر نقاوش كابيات أخرين عندك خمسة نيروكا مش ربع دونك لما هكا بالكروبيون بلون هادي خويا اي هاديك الكروبيون بلون هما لي الشاس ريدا وي كيلا زون سيس بون زون سيس هي سيت لو بليز امبورتون في البلان دو تيوب معناتها في البلان الكامل نتاعنا في زون أ حتى لزون سيت دونك زون سيس هي زون لو بلي أكايون بور لي زوازو سيرتو إيفرنون بوبيلاسيون معناتها ليفرنال تنجم تتعدى حتى دو تروا ميل انديفيدي ما بين شهر أكتوبر حتى فان فيفريي بون بعد تالي زادا زانسيس زادا سي اكيونز سيرتو بور لي ريبروديكتور لا بليبار دي معنتها دي زوازو دي سبيس اوسي دونك نيش في السيت لهنا في زانسيس كوا نلقاو اكثر عدد دي نعش هو لي كانار كولفير لي شيفر كي ديباس دي سون كوبر معناتها فما لي بيزار دو روزو دونك لي سيت هذا زاد فيه بليز علاش قلنا بليز امبورطون على خاطر يعشو فيه زاد عندنا كولوني تاع لي زارديدي اللي تعش لهنا وفيه دي سبيس معناتها رار على الشال سيرتو في النيديفيكاسيون على الشال معناتها تاع تونس كلها هو لي بيس فالسينيل Pour la première fois, les bis falcinel, elles nichent dans le nord-ouest. Plus précisément, dans la zone 6, associée avec d'autres espèces d'ardéidés, on parle de l'héron garde-bœuf, on parle de crabier chevelu, la grette garzette et le biro gris. Donc ensemble, les cinq espèces forment ce qu'on appelle une héronnière qui déclenche, donc c'est une colonie mixte pour la reproduction. Ouais. Ce site, il est représenté par une large superficie de roseaux. Donc la roselière, elle est, avec le problème de salinité, elle est de plus en plus restreinte dans le territoire tunisien. Donc ce site-là, malgré sa petite superficie, il représente donc une large superficie de roselière, en plus juxtaposée au ce qu'on appelle le marais. C'est une sorte de lac donc, qui accueille à la fois les oiseaux hivernants et les oiseaux reproducteurs, qui utilisent bien sûr la roselière. Donc un nombre très important de passereaux, c'est-à-dire les oiseaux qui appartiennent à l'ordre des passeriformes, les petits oiseaux, donc plusieurs espèces. Maintenant, on est en train d'observer, on a déjà entendu une trentaine d'espèces de passereaux, à la fois des passereaux nicheurs et migrateurs de passage. Entre guillemets, scientifiquement, c'est un site de halte migratoire. Ouais. On appelle les haltes migratoires, c'est un type d'escale pour les oiseaux pour se reposer, pour reconstituer leurs réserves à des postes pour continuer la reproduction. Donc en conclusion, tous ces indices-là qui se rassemblent dans un petit territoire comme celui-là ne peuvent prouver que l'excellence de ce site et la bonne santé de cet habitat. Donc il faut le protéger. S'il reste dans cet état, non, sinon. C'est ce que je veux dire. Donc il faut le protéger et le conserver et regarder bien à long terme pour
avoir donc une pérennité pour ce site. الاكسبلوراليس بدات مغامره، بدات برحله هكا مزيانه مهبوله شويه، خلتنا نخرج نحن ثلاثه اصدقاء من غار ديمان على واد مجرده، وقعدنا نتبعوا فيه حتى يكشي لنهايته، حتى يكشي لقلعه الانفس. والرحله هذه عملناها كاياك، قعدنا تقريبا شهر، وخلتنا نكتشفوا الايكوسيستيم هذا الى بريد اون ريشيس اكستراوردينير، جراند ريشيس دو بيوديفرسيتي، مش كان بيوديفرسيتي، حتى الايكوسيستيم بكله يعني كجماليته يعني حاجه مزيانه برشا. دونك كانت الرحله هذه بمثابه رحله اكتشافيه علميه، ومشينا انا ورضا وياس، وقعدنا نتبعوا في الحيوانات اللي موجودين، ونكتشفوا في الواد من بلاصه اللي يعني مش ديما نعرفوها ولا نعرفوها اللي في وسط الواد. بعد ما كملنا قلنا يعني جا شهر الكود فودر مع 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 الزون يميد، قلنا علاش لا ما نعاودوش نرجعوا يعني للواد الواد مجرده في بلاصه من بلايص، مش كل ممكن نرجعوا له بدراسه معمقه اكثر، باش نفهموا شويه الانتراكسيون اللي صايره وشنيا الثراء الايكولوجي الموجود غادي. دونك اخترنا بلاصه موجوده في ولايه بيجه، في بالضبط في المخشبيه بين قريه مستوطه وقريه بشوك، واللي اخترناها على خاطر عندها زين خاص، بلاصة مزيانة برشا، بعيدة على زلت وايلد، وعندها خصوصيات إيكولوجية زادة يعني وقتها قبل ما نبدأ الدراسة متاعنا فهمناها فيسا فيسا هكا يعني كان باساج بريف بالكاياك، فهمنا رأي البلاصة هذه سياسي انتريسون نرجع لها. وفرد وقت على خاطر فيها عندها خاصية استراتيجية اللي هي لاصقة تقريبا في المدخل متاع أكبر خزان متاع ماء صالح الشراب في تونس، اللي هو خزان صد سيدي سالم. ومن عام 82 ملي تعمل الصد تكونت يعني البحيرة المعروفة متاع بحيرة سيدي سالم، وجست على نكس لاصقها عن كومبلكس دو زون هوميد يعني مناطق رطبة اللي عندها ديناميكية معقدة اللي تتبدل برشا بالفصول، وقت اللي يصب المطر يعني كيف ديناميكية أخرى. دونك عاودنا رجعنا لها مع لايوسيان في كادر نتاع بروجرام بيبيوسكان، وبدينا دراسة من 2016 على شنيا الخصوصيات اللي موجودة هنا، خصوصيات نتاع على قليلة التنوع البيولوجي البيوديفرسيتي. وركزنا خدمتنا على 6 كلاس دو بيوديفرسيتي. بعد بعوام 2019 عاودنا رجعنا في نفس البرنامج في الفيرسيون الثانيه نتاعو، وحبينا نركزوا اكثر على
une mise en place d'un observatoire. Observatoire اللي خلينا نعملو un suivi détaillé نتاع plusieurs paramètres اللي موجودين في المنطقة هذه. وحابين زادا نخدمو على لي بيو انديكاتور اللي يخليونا بطريقه مباشره ولا غير مباشره نتبعوا لا بون سونتي انفيرونمونتال نتاع البلاصه هذه. في الوقت هذا في الوقت اللي الانترفيو قاعد يتصور كونوا تقريبا كملنا الدراسه الثانيه نتاعنا، والمرحله القادمه اللي نتصوروا نحن باش نقوموا بها انه باش نحاولوا نلموا الدوكيومونطاسيون اللي تحصلنا عليها الكل لي زوبسيرفاسيون لي سبيس اللي شفناهم الكونستا ايكولوجيك نتاع البلاصه ونقدموهم للسلطات المعنيه باش نحاولوا اون اميليور لو ستاتيو دو كونسيرفاسيون نتاع البلاصه، على خاطر نتمناو انه يجي نهار انه البلاصه هذه على القليله تقعد كيف ما هي، ما يعني ما نراوش مثلا جبل يولي كاريير ولا ما. وفي هكا في تصور يمكن ايجابي اكثر، نتمناو البلاصه هذه تنجم تكون يعني عندها ستاتيو دو كونسيرفاسيون خاص بها، نجم تكون ريزيرف دو بيوسفير، نجم تكون ريزيرف ناتشورال، نجم تكون بارك. في هكا تصور نتاع تونس يعني بلاد اللي تستمد القوه نتاعها من الثراء اللي عندها في ارضها. نحن اليوم في ارض سي محمد طاهر اللي هو صديق لينا وساكن في البلاصه هذه عنده تقريبا 70 سنه، ضيفنا بحلاه دار بينا وحكينا برشا على كيفاش البلاصه هذه والواد في حد ذاته والايكوسيستيم كله صانع انتراكشن مع لي ريفران العباد اللي تعيش فيه من الانواع الكل، يعني مش بكون علاقه يعني صعيبه في ظروف معينه وقت علاقة اللي تخلي العباد تستقاد وتعيش من البلاصة هذه كيف الصيادة. يعني فيها الملوك قبل يمشوا يستعطفوهم هكا الفقراء، وعلي يعني ملك من الملوك قال له ما الذي أتى بك إلى هنا؟ قال له لما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. أنا زاد مرحبا بكم وعلى السلامة. تفضلوا بهذا. عايشك يا عم طاهر. نحن اليوم في بلاصة مزيانة برشا اللي أنت عشت فيها، تولدت فيها يا فرد. أي عمري كامل 70 سنة لهنا. نتذكر منها مريت فيها يعني اللي فيها كان الخير والبركة، وما ريتهاش حتى في مهني مشيت حتى بتاعتها بحور، ما بصراحة بدون فخرة ما امثالها قليل. اولا يعني نوعيه الطبيعه والتضاريس والمتاقلم من جميع ما الصيف وزيد الهواء فاش في الاربعه فصول، ثماشي هو خريف هاي تلقاها قفراء، لا ديما الخضار فيها، ديما الزهو فيها، ديما التراب فيها، الهواء فيها، ما ثماش حتى في الصيف ما فيهاش شيلي كما نسمع في برشا بقايع. خلي في الربيع هذاك حدث ولا حرج، فهمنا؟ أنا بها ياسر تعجبني، نبجلها على أي بقعة، أنا درت ومشيت ما باهية من غير مجاملة. وزيد والله فرحتونا كي كل مرة تجوا تعملوا دراسة ظهر لي إعجابكم يساوي إعجابي بها. فهمنا؟ وإن شاء الله ربي يعينكم وواصلوا، وشنو تحبوا تعرفوا عليها آخر غير الشيء هذا. سهرناك عم سهر سهرناك معانا. واه مالف بها نحكي عليك يا لا مالف مالف بحالي مالف. يا بابا
البراج هذا مزال هو واد ومزال واد بريح. ملي كان التراي تعدى من هنا ناقل عليا. وما خير يعني قبل البراج ولا توا؟ توا كي يبدا براج خير من كان قبل. على خاطر نحن 30 سنة 28 سنة خدمة راهي. ربيت عليها كبد أنا. حتى نهبط ما فماش حوت نطلع فرحان يقولوا لي شبيك ما شبيك. أما فماش حوت وتضحك نقول لهم الحمد لله ديما لاباس. ديما فرحاني. خرجوا شنو الحوت؟ كل وقت وقته جي فهمت الله ماي فهمت نبدو خرجوا في النازل وشوية بوري وشوية كارب وهذيك هي. وديما نبيعوا الفاضل ما فماش حاجة فاضلة. حوتنا نحن يتباع في قبل حوت البحر. 80 فلوكة تخدم فيها البراجة. 80 فلوكة في البراجة وهي تخدم. السقاط منه 80 فلوكة. خاتي على كل فلوكة فيها زوز من الناس. زوز عائلات كل فلوكة. يعني توا تما تقول انت 80 عائلة حياتهم مربوطة بال 160 عائلة مربوطة بالبحيرة. 160 مش 80. على خاطر كل زوز من الناس فلوكة. 80 فلوكة في الزوز 160. فهمت؟ يعني انتم ماذا بيكم البحيرة هذه ما تمسحش خلاص ماذا بينا ديما ما تمسحش ويتم المحافظة عليها مالا شنو؟ يلزمها ديما معبي البحيرة وما تمسحش كان نشحت هي نشحنا نحن لكن هي نشحت ال 160 بشر ما يلقوا ما ياكلوا سيدي هذيك هي خدمتهم هذاك مورد الرزق نتاعهم صافي ساعة ساعة نشد كعبة نتاع قلطوس فيها 180 170 كيلو كي نجبدها الحمد لله عزرائيل نخزر قدامي فهمت كيف عزرائيل نخزر هاي 150 160 كيلو 90 80 هذه حكاية خمسة ست سنين أما توك تشد كعبة بعد شهر كي تخطف كعبة تسمى أنت المعلم كذلك مليان الحواتة ما تقعد بست شهور سبع شهور ما تقبل الساعة ما تبغاش تسلم عليهم فهمت كي يبدا مليون كل واحد سارح في بلاصته فهمتني وتويك تو هذيك رميه وهذيك رميه والاخرى هاي رميه لهني ها هي وين والاخرى هاي مسميتها من هك انفس لها كعبة الحوت ما تلقى من الدور على خاطر البراج ناقص برشا البراج ناقص برشا برشا احنا ذي ترانسيكت نتاعنا نعملوها بوغ فواغ لي ريبتيل اللي هو جروب بارمي لي جروب اللي مركزين عليه في البروجي نتاع الماندكس نعملو ان ترانسيكت لينيير اللي نحاولو نشوفو فيه لي سبيسي اللي يجيو في فنيتنا نحاولو نصوروهم ونحاولو نعملو ليدونتيفيكاسيون نتاعهم
تكنيك تتسمى الديستانس سامبلينغ اللي من خلالها نجم من بعد نطلعوا الابوندونس والدنسيتي دي سبيس في الزون ديتود نتاعنا. ابارتير دي سي زابوندونس لا نجمو نعرفوا ليتا نتاع لي بوبولاسيون هذوما اللي يعطيونا فكره على ليتا نتاع ليكوسيستيم. دونك سي تري امبورطون بار اكزومبل سي اون تروف اون سبيس كي اي تري ابوندونت بار رابور لي اوتر سبيس وقت نجم يكون ثم عند ديزيكيليبر في البلاصه. من هكاك الناس نفهم شنو هو لي ايتاب نيسيسير باش يتعاملوا للكونسيرفاسيون تاع السيت. مي سي تان ترافاي كونتينيو اللي لازم يتعاود برشا مرات في لي سيزون الكل وعلى مدة برشا سنين باش تولي لازم تعطيك بيرتينونس كبيرة ريزولتا. نحنا من 2016 بدينا من 2017 سوف كو في 2017 الخدمه نتاع لي ريبتيل كانت اكثر اورينتي للتاكسونومي معناها جوست ايدنتيفي لي سبيس اللي موجودين في السيت سون فير تو سكي كوانتيتاتيف ديزون جوست خدمه كاليتاتيف. وتوا دوبوي في الميديكس في الفاز 2 حابين نزيدو ندخلو في تو سكي كوانتيتاتيف باش نجمو نعرفو ذوما لي زوتر فاريابل اللي نجمو يتحكمو في في لي سبيس هذوما. دونك كيف ما تشوف لي ريبتيل جينيرالمون لازم نقلبوا الحجر في الفان جورني يبداو هكا يلوجوا في لي زابري والكل وجينيرالمون نلقاهم تحت الحجر هذوما. برينسيبالمون في السيت نتاعنا نجمو نلقاو بليزيغ فامي دو ريبتيل probablement اكثر وحدين معروفين لا فامي دي لا سيرتيدي اللي هما لي ليزار. mais aussi on peut trouver les tortues d'eau douce, on peut trouver les tortues terrestres اللي هي espèce معناها في الليست روج نتاع لي سيان qui demande beaucoup d'efforts de conservation. توا شنو هي الانفلونس نتاع الزون ميد هذي على لي ريبتيل؟ بون جينيرالمون لي زون ميد يمثلوا معناها دي ايكوسيستيم اللي لي ريسورس نتاع لاليمونتاسيون نتاع لي سبيس هذوما يكونوا ابوندونت. نجم نلقاو بليزيور تيب دانسيكت و دي زاراكنيد اللي نجم يكونوا في لو ريجيم اليمونتير نتاع لي سبيس هذوما. نجم نلقاو لي زونفيبيان زاد لي ريبتيل ما بيناتهم زاد ينجمو تصير برشا بريداسيون وكل. دونك ليكوسيستيم نتاع هذايا اللي تسمى البافر زون اللي دايرة بالزون ايميد هي بروبيست لي ريبتيل هذوما باش ينجمو معناها ياكلو ويعيشو ويتكاثرو. نزيدو نحاولوا في الزون ميد نتاعنا انه نشوفوا لي ديفيرون تيب دابيتا. نشوفوا لي فوري نتاع البان, لي فوري نتاع الكالاتوس, لي غاريك, لي ماري. وفي كل تيب دابيتا نعملوا لي ترانسيكت هذوما بور كومباري من بعد ما بين لي زابيتا هذوما ونعرفوا لي بريفيرونس نتاع لي سبيس هذوما. اون كومبار افيك لابوندونس و لدنسيتي نتاع لي سبيس هذوما ونعرفوا اسكي بريفير est-ce que ça m'a des espèces ils préfèrent y vivre ou faire les garrigues ou les forêts ou est-ce qu'on trouve la même communauté faire tout type d'habitat. On essaie de faire l'interaction entre les habitats. Donc est-ce que ça m'a des habitats qui ont la biodiversité faire entre les reptiles nexa. Donc quand tu vois les swine les muscles est-ce que faire des espèces peut-être invasives entre des plantes ou la haja. Donc voilà. Thank you.
Donc jusqu'à maintenant, pas de traces. Parce que comme des traces de pigeons. Les œufs de pigeons. Donc, cachouche, je ne pas mal acheter. Mais maintenant, je ne suis pas mal acheter. Pas de traces. C'est pas là, moi. Je ne sais pas si tu es fin ou bien. أكتو حتى كعبة قاعدين يخرج يدخلوا فيه برشا شفت لي تراس نتاع ليزانيمو يدخلوا برشا قاعدين يدخلوا برشا هذاك علاش دوك سون تفري كي لازم كيتي لوندوا حتى لي بيتيت حتى البيبي ستريكول لو بليز ابوندون با لي تراس Donc dommage, on a perdu au moins 300 individus de chauve-souris qui s'étaient observés pas mal de fois dans ce tunnel. Dommage, ils sont partis, mais je ne sais pas où, donc il faut les chercher. Hein. Il y a 5 individus, des pipistrelles. Je ne sais pas laquelle, mais le probable, c'est des pipistrelles qui. Tu vois les deux, deux de ce côté et trois de l'autre côté. Donc, c'est les spécialistes des voûtes, ouais. Les mini-optères, donc, dit maintenant quand. Puis les voûtes, ce n'est pas comme les autres espèces, c'est accroché. Mais, on continue. بعد عملنا الانفنتير نتاعنا نتاع الجروب لي سبيس تاكسونوميك اللي موجودين في الزون ميد نتاعنا حابين نتعداو من فاز بلوز افانسي لي ستود بلوز افانسي واللي هما ليتيليزاسيون تاع كلك جروب تاكسونوميك كوم بيو انديكاتور دونك كيف ما تعرف اليوم بلوزيغ سبيس ينجمو يعطيونا دي زيدي على لي ايكوسيستيم اللي موجودين فيهم دي سبيس بلو كو دوتر ايفيدامون دونك اخترنا من لي سبيس هذوما كل من الجروب تاكسونوميك دو جروب اللي هما ينجموا يعطيونا ولا لي سون بلوز يوتيليزي بار لي سانتيفيك في العالم تاع البيو انديكاتور بدينا باللي زونفيبيان و لي زورتوبتير لي دو جروب هذوما يل سافيري كو عندهم في كو في لا بيولوجي نتاعهم والايكولوجي نتاعهم و سيكل دو في نتاعهم اللي مربوط اتخواتمون بالماء وبالزون اللي دايره بالماء ينجموا يعطيو ديزانديس قويين على الايتام تاع ليكوسيستيم
دينا باللي زخت البتاغ اللي هما جراد اللي الناس كلنا عارفوهم معناه في تونس من وقت جدودنا. جراد هذايا في السيكل البيولوجيك بتاعو نجم يعطينا ديزيدي على الإيكوسيستم اللي موجود فيه. دونك ناخذوا لي سبيس اللي لقيناهم في الزون نتاعنا بيان سور من بعد دي تكنيك دي شانتيوناج اللي كاليتاتيف و كوانتيتاتيف بور كومباري لي ديفيرون تيب دي زابيتا اللي موجودين في الزون و كومباريو افيك لي سبيس اللي موجودين على شيل ريجيونال مي زاد لي سبيس اللي موجودين على شيل ناسيونال و نشوفوا لافينيتي والبيولوجي نتاع لي سبيس هذوما اسكو ايل سون ايتروتمون ليي للماء ولا لا. À partir de ces données-là, nous avons besoin des indices. Les indices sont l'état de dégradation de l'écosystème qui est aujourd'hui fait. Avec plusieurs intervalles, de 20 à 20, l'écosystème est dégradé, de 20 à 50, il est moyennement dégradé, ou de 50 à 20, l'écosystème est en équilibre. Bien évidemment, les études de l'homme ne sont pas les mêmes, c'est que une initiation, un suivi à long terme, et les lèvres m'écoutent, manéha, tout l'an, tout la saison. Mais les lèvres m'écartent, manéha, l'état de l'écosystème, si fa, si ha, on colo, bel hak, hadea, l'écosystème, t'ana, fih, muscle, ou la, il se comporte bien, etc. Mais zéda, ça m'a le volé, les humains, les amphibiens, n'arrive, on est ce que les amphibiens, il y a des cycles de vie, m'tiha, on filmait. كم دي تيتار ومن بعد يخرجوا للكوت يعيشوا ومن بعد يرجعوا للماء. دونك الفيت اللي هما موجودين في الماء واللي شانجمون اللي يصيروا في الماء كلكي سوا من البوليسيون ولا ديز اكتيفيتي انتروبيك ينجم ياثر برشا على الديفلوبمون تاع لي سبيس هذوما. هذاك علاش نجمو نخدموا على دو فولي. الفولي الاول توسكي فيزيولوجيك ونحاولوا نعملوا ليتود نتاع المورفولوجي نتاعهم. دونك بليزيوغ سبيس يخرج يظهر فيهم دو le début de développement تاعهم des problèmes d'asymétrie دي اون قيس ونلقاو ما عندهمش le même الممبر مثلا les membres ناقصين زايدين ماهمش فرد طول. دونك toutes ces mesures là ناخذوهم en considération بعد avec les tests statistiques نخرجوا avec corrélation مع البوليون اللي موجودين في الماء نخرجوا c'est vraiment عندنا مشكله في البوبولاسيون هذه. فهمت جينيرالمون نجم يعطيونا ايديا على لي بيستيسيد اللي موجودين اكسيتيرا. مي زيد نحاولوا نخدموا الفولي الاخر اللي هو لي زونفيبيان كوم بوبلمون. دونك نشوفوا لي سبيس اللي موجودين اون كومبار افيك لا بيوديفيرسيتي دي زونفيبيان على شيل ناسيونال ونخرجوا دي انديس دانتيغريتي دي بوبلمون بلو كو le peuplement des amphibiens sont bien intégrés dans l'écosystème plus que le système est en bon état. Opium, les scrofés acariens rouges, les scrofés parasites. Donc les opliens, c'est d'abord un charlet barche fitonce. Mais après l'identification, ça y est, je suis une femme, je connais, j'ai mis à l'identification. Donc ordre, hichbel les araignées, barche fibel en bain des araignées, on mange des araignées, yokob les araignées. Donc ordre, wahadon. Ou qu'adir, on allait me voir, ou fitonce, mais on a un fouche barche à hager. Donc, les ouïhd. واحد يعرف شنو عندنا في تونس كم سبيس. أغلبية العباد تخاف من الحشرات، دونك كي تشوف
أقل حاجة حتى كريكي جراد ما يحبوش حتى يغزروا له، يعني ديما نظرة خايبة شوية الحشرات، مش كيما يشوفوها هما كيما يشوفوها نحن. نحن كي نشوفوا انسكت مش نجريو له، العكس متاع العباد اللي تهرب منه، نحن نمشيو له نشوفوه هو شنيا. كل اسبيس كل جروب عنده الأهمية متاعه والخصوصية متاعه في الإيكوسيستم، يتنحى وإلا ينقص وإلا يزيد تصير ديزيكيليبر. دونك جماعة تونسية الحياة البرية كانت عندها تدخل على المستوى العلمي في بروجي ميديكس 2، كانوا فما دي سبيسياليست في الانسكت سورتو لي كوليوبتير، وفما في لي زارني دونك يخدموا على لي زارني، هذوما اللي كانوا امبليكي ديريكتومون في البروجي. وبعديك كيف كيف الاناليز نتاع لي ريزلتا كان فما شكون معانا كورديناتور سيانتيفيك كان امبليكي في الاناليز. خدمة لي زانسيكت ولي زارني كانت سو فورم دو كوادرا، دونك مربعات 20 متر على 20 متر في كل ابيتا، وفي ال 20 متر هذيك تلوج سوا تقلب الحجر تلوج في النباتات، تشوف تحت الحجر شنو موجود دي زانسيكت، تلقى دي فورمي، تنجم تلقى دي كوليوبتير برشا انواع. وزيد فما عبد اخر او ميم طون قاعد يخدم في الكوادرا هذيك بالفيلي فوشوار اللي هو يلملك لي زارتروبود، كنقولوا زارتروبود نقولوا لي زانسيكت لي زارني اللي نجموا بتيت ما تشدهمش بالشازافي ولا ما تلقاهمش تحت الحجر. نشوف نحب نثبت هي بيدها الكعبة ولا بيدك عندها بوان نوار من لخ دكام عادي الاخرين ترى دور شوفها نفس هي بيدها عندها البوان نوار فيها هي دول وحدك هوجت يروني انا جمري بها بوان طول باهي يمشي للكعبة الاخرى تنقول لك توك يمشي لقبلها هاي دور ترى اوه هذا كل والله هي بيدها عادت قعدت اكثر من ساعة تمشي على شكل فوا وتهز وترجع. دونك ذاك علاش حب ديزا سي كبر في كبر حتى البكري اللي كل يدير لي صورته تتلقى فما نتاع ببوش بابوش باير مصور صور كان صور بابوش تاع اكسبوزيسيون مش تاع لا صوره من فيفون ولا فيفون عايش يا عكا هما لا مال هذوكم كلوا ينحي البابوشات من برا باش نقول نوري لك البابوشات في لاباري نتاعو تبايا البابوشات الحين هذه هو سون تريتمون ها مازال مش مشكله نجيش كل زاخر باش يبدل هاي هذيك باش كبر صوت اخرى صافا برشا عنده جوست حسابي زوز مش مشكله اعطيني اوتري سبيس تمام تمام جوست تمام صافي باش نبدا ناخذ فكره شنو ما فهمنيش اما انا تمام هكا اللي بعد تريتمون La beauté, c'est une diversité. Donc, qui m'a trouvé une beauté arbête, qui m'a trouvé la fille paysage, qui m'a trouvé la fille des insectes. D'ailleurs, avec un chien, je vous dis. Donc, c'est vrai. Maintenant, j'ai été contacté par Exploralis, le projet inter. Et le projet, c'était qu'on allait photographier. Maintenant,
ديز انسيكت اللي هي حاجه جديده لا ماكروغرافي معناها بالنسبه لي انا كانت حاجه جديده اي دونك سيتي ان فولي انتريسون معناها دونك دو كو معناها سيتي اون افونتور جاي انا خاطر سا ما بيرمي باش نجمو نفهمو لي انسيكت اون لو ميم لا بوتي نتاع الحيوان هذاك واش فيه خاطر ساعات لا ماكروغرافي ما توريك حاجات اللي على لوني ما تشوفهمش دونك سيتي ان تشالنج تري انتريسون سوف كو صعيب صعيب هذاك الانتيري نتاعو دوكو معناها اون سي ديسيدي باش نعملو اون سيري نتاع دي فوتو تاع لي انسيكت اون ستوديو معناها فيها الباهي وفيها الخايب تو الانسيكت اللي تي با فيفون وماهوش في الانفيرونمون نتاعو اما الحاجه الباهي اللي تنجم تعمل تحب بالانسيكت هذاك وعندك اون ابروش بلوز او موا بورتري ولا une approche artistique للانسيكت en lui-même معناها تنجم تلعب بيه كيما تحب هذيك لا لوميير اللي تحب عليها هي اي اون افي لا بوسيبيليتي باش نشوفوا حاجات اللي عمرنا ما شفناهم وقت اللي تخدم الالترا ماكرو سي بوستوفلون سي بوستوفلون على الاخر اما حبينا اون بوس بلوس لو بروجي ونشوفوا معناها كومون اون ابورد لو فولي نتاع الفوتوغرافي معناها انسيكت انيماليير في الانفيرونمون نتاعها اي دونك انا ديسيدي باش نوسعوا في الحكايه ونمشيو سور تيران اي سور تيران معناها ما تنجمش انت اون طونك فوتوغراف ما عندك حتى فكره بارونتيز معناها على الابروش هذيا تو دوا اتر معناها ايدي بار لي جون دو دومين معناها مشينا مارتين وفي مارتين هذيك سيتي اون اكسبيريونس انوبليابل حاجه ياسر تفرح le fait de suivre معناها الحيوان في الاليمون تاعو avec toutes les improvisations اللي نجمو يصيروا على خاطر tu peux pas le gérer معناها c'était une هذاك اللي حاجه باهيه هذاك الحاجه الصعيبه وهذيك الحاجه الباهيه اللي ما عندكش فكره على الريزلتات كيفاش يكون لو ريزلتات لازمك انت تخلقه فهمت لازمك انت tu le cherches لازمك انت تحصلو avec les gens compétents تاع الدومين هذاك دونك ساعات هما يشدوا لي الحنش ولا ساعات هما يشدوا لي جران ولا وتخرج من الانيمال تلقى روحك في بيزاج فاتق دونك حاجه مزيانه حاجه مزيانه على الاخر اغفير و اغفير بالكديز دونك دونك ان شاء الله تصاور يعجبوا معناها ديجا وان شاء الله نزيدوا ندخلوا اكثر في الحكايات هذوما على خاطر سانو مونك في تونس معناها لا فون لا فلور مازال ماهيش ماخذ حقها بالكدا في البلاد Donc c'est une expérience belle ou c'est une expérience enrichissante à l'autre معناها que ce soit la science domaine science ou l'artistique ou la في حاجات اللي ما عندناش عليهم فكره كبيره معناها ان شاء الله ديما نقدموا اخي في حكايه كيما هكا انا متاكد اللي سايتي دي فريشي ها هو اللي قدامك هذه سي دي فريشي ها هو اللي مزروع فيها زيتون سي دي كانت كيما هذه هذه شويه اخر ينجم نهار اخر تصب مطر قويه هذاك الكل الفلوات الكل ولا وهذاك الكل يهز اذا كان فو فولي فريمون معناه كري ان بيوسفير ولا جو سي با كوا ان ايكوسيستيم اون ريزيرف اون ريزيرف لازم لي زابور نتاع ريزيرف زاد يكون بروتيجي و سيرون بروتيجي سينو با دو ما عندهاش با دامباكت في الشيء هذاك معناها يلزم لي زابور نبدو من بعيد هاي الفوري هذه
نشوفوا كيفاش نحدوها ونشوفوا كيفاش لو ماتيان ا بريزيرفي ليكوسيستيم هذا الكل. داير بها الماء من جهات الكل. شيء اكسترورديناير. حتى اللي طوندو هكا امبرسيونون. ها هو اللي المفروض. اي خويا انا ابي دوي انه البقعه هذه سابريت داتر معناها اون ريزيرف ناتشورال. هذيك الفكره. هذه يعني هذه دوي معناها نشوف لي فالاز لي فيرسون هذوما معناها اكسونتيي ونشوف اللي دون دي زوندروا اون فوا اون ديغراداسيون دي غليسمون دي فالاز هذيا ودون دوتر اوندروا نشوف لا فيجيتاسيون تيان انكور الفيرسون وفي بقايا اخرين نشوف ابعد شويه نشوف هذا كذلك انه الفلاز ولت معناها عريانه. دونك هذايا يلزم بور مانتونير هاليكوسيستيم هذايا بور دوني اون لونجيفيتي اكثر للايكوسيستيم هذايا وللبراج بصفه عامه. يلزم هذايا هذا كله يلزم نحاولوا أن نخلقوا منه اون ريزيرف ناتورال او موا في الخطوه الاولى يلزم نحاولوا نخلقوا منه اون ريزيرف ناتورال. ولما احنا نحموه الموقع هذا راح يعاود دو نوفو باش يولي ان ايكوسيستيم بلو معناها ديناميك وتخلق فيه ديناميزم ويولي اكثر معناها داتر سبيس معناها يولي بلو ايفوليتيف معناها مشهوره. خويا فكرة طيبة. دونك نحكي لك مجر دا يجي من غادي بينات الزوج بولات ثم الانتروات يمكن فيها كيلومتر بعد يدور يجي فين يصب واد باجة. دونك يدور يعمل الموفمون هذا يجي لهوني. دونك هذا ياخو يتعبى كله في الكيمكيب داو عوام ماتر هذا كله تراها بحيرة والجزيرة في وسط. ومن بعد يخرج بينات الزوج بولات اليوم ويدخل للبراج. دونك البلاصه هذه استراتيجيك ديجا على الماء يعني لازمها في الريزيرفوار تاع الماء مع الخدمه اللي خدمناهم احنا في العام اللي فات تاع اليونيفرسيتي اللي موجوده هوني. هذه فين جات الفكره على خاطر مازالت ريش دونك ما نستناوش حتى اللي يصيروا فيها دي مناس باش نعملوا ديمارش تاع كونسيرفاسيون نبداوها من تو. بالضبط. ملاحظه اخرى بالنسبه لي انا ولد عندي 7 سنين 8 سنين قداش من 2012 تسع سنين هيك عندي 9 سنين اول مره ندخل الموقع هذايا وفعلا سي اون ديكوفرت بالنسبه لي اكتشاف فهمتني اكتشاف و سي بيان شوازي كيما نقولوا فيه. انا ماذا بيا نطلع منه. هذايا مش هو اثار كل شيء مال اكسبلوتي لانه اني با بريزيرفي. شفتها؟ ايه تبارك الله. شوف المنظر احنا شوف هذاك مشهور روتونين تاع البراج هذاك كل واحد يصور روتونين تاع البراج هذاك براج.